قريت بخويا الباهي اختي الباهي، اذا كانت تخمم باش تركب كليماتيزور او باش تشري كليماتيزور فما اخطاء ما لازمكش تقع فيها. من ضمن الاخطاء اذا كان البيت اللي عندك مثلا 3 متر على 3 متر وتخمم باش تركب 9000 بي تي يو، رد بالك تغلط الغلطه هذه لانك راك باش تخسر برشا فلوس. اللي باش تربحوا بين الديكالاج بين ال 9000 و 12000 باش تخسروا نهار اخر عند فاتورة الضوء أضعاف مضاعفة. إذا كان الفضاء نتاعك يتطلب 9000 لازمك تاخذ 12000، وإذا كان الفضاء نتاعك يتطلب 12000 لازمك تاخذ 12000. قل لي علاش؟ نقول لك لأنه ال 9000 اليوم ما عادش ياكل مع طبيعة المناخ في تونس. قبل طبيعة المناخ في تونس المعدل الحرارة في تونس في فصل الصيف في وقت الذروة هو 35 درجة، اليوم زاد 10 درجات ولا 45 درجه. دونك قبل كنا في الثمانينات كانت في حتى في التسعينات كانت 35 معناها كفيله باش تركب 6000 في عوض 9000. تطور المناخ في تونس ولا 6000 طيشنا على جنب ولا نستعملوا في 9000. اليوم ال 9000 ما عادش شايفي بالحاجه، فبالتالي اذا كان هو ديكلاج نتاع السعر معناها فارق السعر بين 9 و 12 مش حاجه كبيره ياسر. دونك ننصحك حتى لو كان بيت صغيره خذ دوز، تاخذ دوز علاش؟ تحطه في الدرجه 26 يخدم وقص وتربح برشا طاقه كي اللي يرتاح اكثر من اللي يخدم. نصيحه تبعوني تنزيدكم نصائح اخرى على مدى الايامات واحنا داخلين على فصل الصيف. ما تنساش اي استفسار بعلاقه بالكليماتيزورات ولا التركيب ولا الصيانه ولا التصليح ولا استشاره ولا مساعده ولا اي حاجه 22 25 15. عندك عطب تحب تخدم كليماتيزور ما حدش يخدم كليماتيزور نسيت المود بين الشو والفروا ضيعت كوموند ترشني كذا 22 30 15 15. واتساب 25 واتساب 50 76 20 31. ما تنساوناش وما تنساوش بارتاجيو الفيديو هذايا باش تعمل فايده، ما تخليش المعلومه تقطع عندك انت وتدير على الخير كفاعلين. السلام عليكم.